الى الوطن الحضاريه ليوكنان. اود في البدايه بهذه المناسبه ان انقل لكم تحيه السيده الوزيره ومتمنياتها ونجاح شغل هذه الدوره. الحضاري لما يتعلق بالتراب والتمير، خصوصا فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار وخلق ديناميه في الدوره الاقتصاديه وجعل قطاع التمير والبناء رافدا حيويا ورافعا للتنميه الاقتصاديه والخصوصيات ديال كل منطقه. كذلك الاستثمارات حتى الاستثمارات دوك صعيب على انه تبني واحده صناعيه في العالم القرار. من الصعب بمكان هاد الجماعه هادي فيها مفتش تعبير فيها كذا، واش لهنا لهنا ما بقاش يصعب. لقيت الاستثمارات الصناعيه مثلا تحويليه واحد بغا يدير لها سمون يصعب انها تبني في العالم القرار. انا نظن هاد وصل واحد الوقت اللي التشريع ديالنا خصو يتغير، يكون ضوابط اللي تسهل ولكن بالمعقول، يكون الانسان اسمه يبني على حقه وطريقه وعنده الحق يبني السفر ديالو. تيجي يبني ربما تيبقى صعب ربما تنهدمو ليه، نهدم هذا نهدم هذا، تنبقى في السلطه في يوم يلا يومي. شنا غنبقى اكزاجيرين، مي راه يوميا الهدم لا سيما في الاسماء. دونك وكذلك حتى بالنسبه للاستثمارات تتحرم التليفون والاستثمار الصناعية، لأنه القانون لا يتيح نسمو بالسهولة بمكان بحال اللي تتكون وطاح ديال التعليم. تتكون وطاح التعليم منطقة صناعية راه ما تتبقاش راه بسهولة، ولكن في العالم القادم يجي الإنسان يدير وحدة تحويلية أو وحدة أخرى عندها بروكوليس يدير واحد الوحدة اللي هي عنده لو فرونسي عنده كلشي تجهيزات يصعب عليه في الظروف الحالية. دونك انا نظن هاد المساله هي حقيقه انا بروبار المزرعه في هاد الشيء، ربما اللقاءات اللي دارت جهه ولا كلها مشات في هذا الاتجاه، ولكن حنا كنشعروا بان على اتحاد على المستوى ديال الناس اللي حنا مسؤولين عليه كاين استثمارات صناعيه اللي نظن ممكن تمشي في عالم القرار سهل، وكاين كذلك البناء لانه مكناس تقاربوا كل المساحه ديالها ماشي 1700 متر، تبغي الانسان يسكن في الدوار، ولكن اللي تيزاد عندهم بلاد خصو يبني يسر لها الامور ديال البني، ولكن بطريقه قانونيه. هذا هو اللي كذلك السيدة السادة الأوراس الكبرى اللي تطرح من خلال الحضارة الإسماعيلية هي متعلقة برد الاعتبار المرور التاريخي للمدينة العتيقة. إذا كنا اليوم بصدد انعقاد الدورة 19 المجلس الإداري الوكالة الحضارية لمكناس. هذا انعقاد يأتي في إطار أولا تفعيل مقتضيات ديال الظاهر محدث الوكالة الحضارية، وكذلك تفعيلا للأدوار ديال الحكامة آلية الحكامة المتعلقة بالمؤسسات العمومية بصفة عامة والوكالة الحضارية بصفة خاصة. فكما لاحظتم من خلال الاشغال ديال هاد الاجتماع ديال المجلس الاداري كان هناك يعني فرصه للوكاله الحضاريه باش انها تقدم حصيله ديال برنامج العمل ديالها خلال السنه الماضيه سنه 2022، سواء على مستوى التخطيط او التدبير الحضاري او مساله الرقمنه، المساله ديال تدبير مشاريع ومواكبه الاستثمار، كما انه كان فرصه كذلك من اجل يعني اعطاء ملامح كبرى للبرنامج التوقعي ديالها ديال 2023-2025. فكما لاحظتوا الحمد لله انه كان هناك واحد من خلال المداخله ديال اعضاء المجلس الاداري والوكاله الحضاريه بانه كان هناك واحد يعني تقييم ايجابي، كان هناك استحسان للدور ديال الوكاله الحضاريه في مجال ديال التعمير، في مجال المواكبه ديال الاستثمار، وبالتالي فهذه مساله مهمه جدا وغادي يكون محفز لهذه الوكاله الحضاريه من اجل المضي قدما في تحقيق البرنامج ديالها ومواكبه مختلف الفاعلين على مستوى النفوذ الترابي ديال الوكاله، سواء تعلق الامر بالسلطات المحليه، المنتخبين، الفعاليات اخرى الاقتصاديه والاجتماعيه. الهدف بطبيعه الحال هو تحقيق دائما الاهداف اللي تنادي بها صاحب الجلاله نصر الله في جميع الخطابات ديالو، وتحقيق واحد التنميه اللي تتراعي خدمه الانسان المغربي. واليوم بصدد انعقاد الدوره 19 للمجلس الاداري للوكاله الحضاريه، هذه الدوره التي تاتي بعد مرور ربع قرن
على تأسيس هذه المؤسسة الوكالة الحضرية لمكناس. ومن خلال هذه 25 سنة الماضية فقد تم تحقيق مجموعة من الإنجازات خاصة على مستوى تزويد الجامعات الترابية التابعة للنفوذ الترابي للوكالة الحضرية اللي هي عملت مكناس وإقليم الحاج وإفران بوثائق التعمير، حيث نحن الآن في واحد النسبة ديال 83% من التغطية بوثائق التعمير، وهذه النسبة ستنتقل خلال نهاية السنة الحالية إلى 91.5%. وقد عملت هذه المؤسسة كذلك من خلال وثائق التعمير السريفة الذكر على فتح مجموعة من المناطق للتعمير بما مجموعه 16.16600 هكتار مفتوحة للتعمير، منها 9000 هكتار كمناطق سكنية و500 هكتار كمناطق للمشاريع و 1400 هكتار كمناطق للأنشطة السياحية والتجارية والاقتصادية. وفي إطار دعم الاستثمار تعمل هذه المؤسسة جادة من أجل دعم المستثمرين وخاصة من أجل المساهمة في تنمية مداخل الجامعات المحلية ويعني خلق مناصب ديال الشغل والمساهمة في تنمية خاصة العالم القروي. وفي داخل وفي هذا الإطار فقد تمت الموافقة على 61 مشروع باللجنة الجهوية الخاصة أو الموحدة للاستثمار من أصل 136 مشروع، على أساس أن مجموعة من المشاريع التي لم تنل الرأي الموافق ستتم إعادة دراستها في المستقبل القريب لتتمكن يعني جميع هذه المشاريع من يعني نيل الرأي الموافق من طرف هذه اللجنة الجهوية المكلفة بالاستثمار. وعلى مستوى يعني تبسيط المساطر وتقليص الآجال تعمل هذه المؤسسة دائما من أجل تقليص آجال دراسة الملفات الحصول على رخص البناء من 5 أيام إلى 3 أيام أو 3 أيام ونصف بالنسبة للمشاريع الكبرى، ومن يومين إلى 24 ساعة بالنسبة للمشاريع الصغرى. وستعمل كذلك على تقليص آجال الحصول على بطاقة المعلومات التقنية لانودرونسينيومو من يومين اللي هي في القانون إلى 24 ساعة، وكذلك تقليص أجل إجابة على تظلمات وشكايات المواطنين من 10 أيام إلى 7 أيام من أجل كذلك مواكبة المشاريع السكنية والاستثمارية إلى غير ذلك. وسنعمل كذلك خلال هذه السنة على مواكبة ساكنة العالم القروي من أجل مساعدتهم على الولوج إلى حضارة السكن ومن من اجل اخراج مشاريعهم يعني الاقتصاديه والتنمويه الى حيز الوجود. كانت عندي دعوه للحضور المجلس الاداري 19 للوكاله الحضريه بمدينه مكناس اللي بكل صراحه حاضر في واحد الجو مسؤول، جو ممتاز وايجابي، وحنا كمنعشين عقاري وكمستثمرين في المدينه تنوه بالعمل الجاد والجبار اللي تقوم به الوكاله الحضريه بشخص المدير السي مولاي عبد الله العلوي، وكذلك الاطر ديال الوكاله اللي بكل صراحه اصبح تعاملهم مع مجموعه من الملفات بطريقه ايجابيه وبطريقه يعني تدعم الاستثمار تطبيقا للتعليمات الساميه صاحب الجلاله نصر الله وايده الداعيه لتبسيط المساطر ودعم الاستثمار في المدينه. وبكل صراحه فالوكاله كما عيدنا عليها عندها واحد الدور هام في دراسه الملفات الرخص وكذلك في ايجاد وثائق التعمير اللي تتشمل واحد المجموعه يعني ترابيه كبيره في عملات مدينه مكناس وجو العملات اللي تتغطيها الوكاله الحضريه مدينه مكناس كما جاء في العرض ديال السيد المدير. وبكل صراحه احنا فخورين بالوكاله الحضريه لمدينه مكناس للعمل ديالها، وفي اطار المقاربه التشاركيه فهما دائما تسهروا على ايجاد الحلول لجميع الملفات واللي تتعود بالنفع وبالخير لمدينه مكناس. في حال الكلمه ديال السيد العامل فهي انصبت على دعم الاستثمار، ومن خلال يعني اعطاء بعض الخطوط العريضه اللي يجب تتبعها من طرف الوكاله الحضريه. وفعلا السيد العامل عنده درايه كبيره تبارك الله بالخبره اللي عنده، فهو يعني عنده إلمام كبير بهذا القطاع وتدعم القطاع الانعاش العقاري لان هو قطاع هام بالنسبه لمدينه مكناس ورافعه اقتصاديه مهمه ويعني وكخلق لمناصب الشغل في الانعاش العقاري يعني تشكل واحد العنصر هام في هذا المجال. كذلك السيد العامل اثر واحد النقطه وهي مهمه جدا وهو انخفاض يعني الحالات ديال المخالفات، وهنا الدور ديال السلطه اللي تتقوم به في مراقبه الاوراش. وكذلك نقدروا نقولوا بان حتى الجمعيه ديالنا نجحت الى نسبه مهمه في تاطير المنخرطين للجمعيه باش يحاولوا يحترموا القوانين ويطبقوا يعني التصاميم كما هي،
وهنا هادشي فيه الصالح لمدينه كلها.